طيب تفضل يا أخ يعقوب من الرياض. أهلا، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. هذا نسأل إذا الإنسان إذا أصابته جنابة واغتسل ورجع الملابس اللي أصابتها جنابة، هل يجب عليه إعادة الصلاة؟ الآثار الجنابة إن كان يعني القصد أنه إذا أصيبت واضح الإنسان، يعني واضح سؤالك يا يعقوب، واضح جنابة سؤالك. وأصابت الملابس الجنابة شكرا واغتسل. شكرا. تفضل يا شيخ. ما سمعت، شوشتم علينا. طيب يقول فضيلة الشيخ إذا أصابته جنابة فضيلة الشيخ ثم اغتسل وأراد أن يلبس الثياب مرة أخرى، لا مانع من ذلك إلا إن كان أصابها بول، أما مجرد آثار الجنابة من المني فهذا لا يضر، يصلي وهي عليه. إذا أصابها بول أو مذي لا بد من غسل ما أصابه البول أو المذي ويصلي فيها. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم.